زعما الرحيم اول حسن بغيت نشكر اللاعبين اليوم واحد الشكر لي كبير اليوم اللعابه اللي كانوا في مستوى عالي كانوا لاعبين تحت واحد الضغط اننا اليوم كان عندنا مقابله كمقابله ديال فخ يعني درتي واحد النتيجه ديال 1-1 ليه يعني تتبقى مقابله هنا يعني غامضه كان لازم خصنا اننا اليوم نديروا شي نتيجه اللي تكون ايجابيه ضربنا تمر على هذا الكاس كان لازم خصنا ناخذوه ونهديوه للجماهير الوداديه اللي سانداتنا وعاوناتنا الحمد لله اليوم حققنا المبتدا هو الكاس خلينا في الخزينه ديال فريق الوداد اللي غاب عليها المده هذه وفرحنا الجماهير الوداديه ولا الشعب المغربي اليوم اللي كان متعطش كنا عارفين ان الخصم ديالنا اللي كان لعب تيجيب الالقاب على برا ما تيجيبهمش في البلاد ديالو خدينا الاحتياطات ديالنا واخا ما كنتش لاعب قبيله يعني فاش بقات واحد 10 دقائق ما قدرتش نتفرج في الماتش هبط الحمد لله على كل شيء تنبغي نشكر اللاعبين ولا المكتب المسير ولا الستاف اللي اليوم تنقول لك اللي كاملين داروا شي حوايج اللي ما يمكن